شكلها ما خلصتش عند سجن شهر وخلاص. مرتضى منصور جاله خبر وحش وهو بيقضي فترة عقوبته شهر بتهمة سب وقصف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. محكمة الجنايات حددت أول جلسة لمحاكمة مرتضى منصور يوم 18 مارس الجاي، والتهمة إنه تعدى على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم. مرتضى منصور في الوقت الحالي لسه ما فاقش من صدمة حبسه شهر بعد ما كان مقدم طعن على الحكم، لكنه اتفاجئ جوه ساحة المحكمة برفض الطعن وتأييد سجنه لمدة شهر. والظاهر كده إن دي مش نهاية القصة، ومرتضى منصور زي ما بنقول كده حبايبه كتير. القواضي نزلت ترف عليه زي المطر، والقديم كله طلع. وكان أحمد مرتضى منصور طلع من يومين وقال في تصريح صحفي إن والده بعد 26 يوم هيرجع تاني يباشر عمله بشكل طبيعي كرئيس لنادي الزمالك. ومرتضى نفسه بعد ما قرار سجنه أصبح لا مفر منه قال: فرصة كويسة إني أختم القرآن وأنا لوحدي قبل رمضان، ده قدري وكان لازم أشوفه. لكن بعد القضية التانية إنه تهجم واعتدى على موظفين أثناء تأدية عملهم، شكلها هتزود المشكلة والموضوع هيكبر، خصوصاً إن الحضور لقاعة المحكمة في أولى جلساتها هيكون إلزامي، وده معناه إن مرتضى منصور هيخرج من محبسه بلبس السجن على قاعة المحاكمة بتاعته، وبعد كده هيرجع تاني مكان ما جه. ومش بس كده، محامي محمود الخطيب قال إن الحكم بالسجن لمدة شهر على مرتضى منصور دي مجرد بداية لمجموعة قضايا كتير هيتم النظر فيها في وقتها، وده بسبب المخالفات والانتهاكات اللي كان بيمارسها رئيس نادي الزمالك ضد رئيس النادي الأهلي، سواء في قناة النادي أو في أي حوار صحفي أو لقاء تلفزيوني. مرتضى منصور قبل قرار سجنه كان متفائل جداً إن الطعن على الحكم هيتقبل وهيروح بيته بشكل طبيعي، لأنها حصلت في أكتر من قضية قبل كده، لكن المرة دي الدنيا ما مشيتش على هواه. والظاهر كده إن مسلسل مرتضى منصور وهو خلف القضبان هيطول شوية، والحلقة الأخيرة لسه قدامها وقت كبير، لأن في أكتر من شخص وأكتر من جهة أعلنوا إنهم مقدمين بلاغات ضد رئيس نادي الزمالك، ومن المتوقع إن مواعيد القضايا هيتم الإعلان عنها في أوقات متقاربة. يعني زي ما بنقول دايماً المصائب لا تأتي فرادة. فهل يا ترى الأمور هتتحل وهترسى على الشهر اللي هيقضيه مرتضى منصور في السجن وهيخرج من تاني يمارس حياته الطبيعية وشغله بشكل طبيعي، ولا هيحصل في الأمور جديد؟ الأسود لا تخاف ولا تخاف تاني؟ طبعاً وكل ربنا كاتبه لك هو اللي بيحصل. تمام. اللي ربنا كاتبه لك من أجلك ولد هو اللي بيحصل.